استمر مع الكيمياء ده من شهر الكامل. هيحكي عن الكيمياء عامة، الكيمياء العامة زيرو بدايا، كيف عم تصير ثلاثة زيرو مع بعض، كيف جزيئات عم تصير مع بعض أسد وإرجاع. أما الكيمياء الرقمية فهي توسع للكيمياء الرقمية تبع الكتاب البكالوريا. يعني إذا بدك أنت تتسلي حالك وكنت ما تفتح الكتاب وعود إقرأ.
رح ننتقل للمادة اللي بعده وآخر مادة اللي هي مادة الإحصاء. مادة الإحصاء كمان فينا نعتبرها أنها مادة رافعة للمعدل، يعني أنت كمان فيك تجيب فيها علامة عالية وراح وترفع معدلك. طيب شو رح ندرس فيها؟ أبداً هي الرياضيات هي فرع لحاله وله كثير أهمية. رح نعرف فيها مثلاً قديش عدد المرضى السكري، رح نعرف العلاقة بين المرضين. كان الكتاب فيه قسم نظري وهو اللي أكثر شيء القسم النظري اللي كان غالب على الأسئلة بفحص، وعندنا كمان قوانين ومسائل مثل أي مادة لما تشرح الرياضيات.